عايزين نعرف من قدسك برضو ايه الحدود المسموح بيها في اني اتقبل كلام الناس او لا اتقبله يعني انا مثلا ال ال زي ما قلت لقدسك كده في البدايه انه احنا بنسمع كتير قوي جمله الناس بتقول بت علينا ايه طب انا امتى اقبل الكلمه دي واحطها قدامي بانه دي الارم على حاجه غلط معينه هتحصل وامتى اقول لا ما حدش ليه انه يتدخل في حياتي حياه يقودها عقلك وصلاتك افضل بكتير من حياه يقودها كلام الناس الحقيقة ده شعار يعني دي مقوله لطيفه جدا ايه مرجعيتي مرجعيتي ان انا بفكر ولا اللي انا بيجي في دماغي بعمله مرجعيتي ان واحد اول علق ايه ده إيه العربيه اللي انت راكبها دي دي عربيه انا وحش جدا اتعقد وهروح ابيعها لا حيلك حيلك اصبر بتعمل ايه اعقل كده واهدى اتنين هل اللي انت بتعمله ده هيبقى موضوع تعترف بيه يعني خطيه ولا ده موضوع اصلا ملوش علاقه بالموضوعات دي وانا يعني الدنيا معايا دي ولا خطيه ولا حاجه م. فالمقياس بتاعي انا كانسان عادي انا لا بعيد عن الزوج والزوجه حتى انسان عادي عقلك وصلاتك هم الم... المقياس اللي تقيس بيه لو كلام الناس صح اعمل الصح ده وكان كلام الناس نصيحه كلام الناس غلط ركب مصورة من ودنك دي لودنك دي واللي تسمعه زحلقه من الناحيه الثانيه طب كلام الناس في شيء من الصح يا بخت اللي يعرف ينقي المناسب ليه بالظبط ده مهم ده مهم نتعلمه وده توقف على طبيعة الشخصية المستقبلة يعني أنا أنا كشخص إيه اللي يخليني أعرف أفلتر الكلام تربية التربية يا التربية عايزين الأب والأم أنت ممكن تشوه ابنك وبنتك بالتربية الغلط بمعنى إيه ما تخليه يغلط مش لازم ابنك يجيب عشرة من عشرة كل مرة على فكرة هقول على نصيحة للأباء والأمهات استمتعوا استمتعوا بالدرجات القليلة لولادكم كلنا عايزين ولادنا يطلعوا الاوائل طب مين يطلع التاني مين يطلع التالت الشطاره مش ابنك يجيب كام المهم هو اتعلم ايه احنا عايشين في مجتمع واكتشفنا ان الشاطر مش اللي بيجيب الدرجه النهائيه لا الشاطر اللي بيتعلم يعني طلع مش انجح الناس اللي بيجوا 100% في الثانويه العامه طلع انجح الناس اللي بيجوا 100% في علاقتهم ربنا وفي الحياه عشان كده لو سمحت يا بابا ويا ماما خلي ابنك يغلط طالما غلط في حدود اللي تعرف تحميه بيها خلي ابنك يقع طالما الوقع عنده هيخليه يتعلم ان دي اللي وقعته ولما تيجي تقومه ما تتبرعش بالاوامين خليه يدفع الثمن في الحدود اللي يحتملها هتلاقوا ابن وبنت يقدروا يفلتروا امتى يقوم وامتى ما يقعش بص الكلمه دي وامتى ما يقعش ولو وقع يقوم ولو سمع كلمه ازاي ياخدها بالنسبه له يعني كلام الناس صخره اما تحمليه على ظهرك فتنكسر ظهرك بيه ليه ما تحطيه عتبه البيب وتطلعي ليه؟ <applause> بس فعلا دب... في بعض ال... ال... الاباء والامهات بيغلطوا في حق اولادهم لما يمهدوا لهم الطريق لدرجه انه حتى لما يجي يقعد قدام حد ما فاهم اللي قدامه ده يقصد بالكلام ده شر ولا خير؟ يقصد ينصحني ولا يقصد يتنمر عليا؟ يقصد يقدم لي حاجه خالصه من قلبه ولا جواه شر ناحيتي؟ فعلا احنا ما بنربيش ولادنا على انهم يفلتروا بنحميهم لدرجه تخليهم عظمهم طري لدرجه انهم مش عارفين الصح من الغلط ايه حضرتك نازله مع بنتك وراحه تشتري معاها طقم معين انت شايفه ان الكحل بيليق عليها اكتر هي شايفه ان الاخضر يليق عليها اكتر خليها تلبس وتسمع تعليقات الناس بودنها ما قد يكون انت شخصيا المحاكمة غلط وقد يكون هي شخصيا محتاجه تتلسع الاول في الحديده دي عشان تعرف ان ده بوتاجاز بيلسع طب مبدا انه انا هربي ابني او بنتي على اني ما بيهمنيش كلام الناس ده صح ولا غلط في المطلق غلط احنا وسط ناس يجب ان نكون بينهم سفراء للمسيح ما ينفعش اكون ما يهمنيش كلام الناس وانزل انا ومراتي لابسين لبس غير لائق لا خلي بالك انت تحمل اسم المسيح فلازم تكون قد ده في مسؤوليه الحته دي فيها مشكله في فكره انا حر لا خلي بالك أنت حر في حدود أنك مواطن سماوي وليس مواطن أرضي في التزام اسمه أنك تحمل اسم المسيح وبالتالي المقياس بتاعك عقلي ومسبحي المقياس بتاعي مش كلام الناس مش الموضة مش أنا شايف لا ثانية واحدة بس يا فندم المسيح شايفي خدت رأيه عارف الآية بتاعت مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح؟ تعرف دي معناها إيه؟ كل فكرة تيجي أكتبها في ورقة وأروح آخد موافقة عليها، ها رب تمضي ولا مش هينفع؟ لو مضى أعملها وما مضاش مرفوض فين <applause> فالمقياس أبعد من كده بكتير جدا إن بنتي تلبس يعني مايكرو جيب ولا جيب ولا بنطلون لا لا الموضوع أبعد من كده بكتير المسيحي يوافق ولا ما يوافقش